السلام الله عليكم. نحن نتواجد في بيت المدرب نعيم رباح الذي دعا الفريق فريق أبو علي مغار لتلخيص لهذا الموسم. السلام الله عليكم نعيم. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك أخ فادي في بيتك. نعيم، بطبيعة الحال احنا بدنا نتحدث عن فريق المغار اللي استطاع ربما بشق الأنفس البقاء. احنا بنعرف انك انت وصلت للفريق بعد مرور 9 مباريات وكان الفريق بموضع حرج جدا. ماذا فعلت وأي تغييرات قمت بها بالفريق لبقاء الفريق؟ مساء الخير فادي، مساء الخير للجميع. أول شيء أنا بحب أهني بعيل المغار على بقائه في الدرجة الثانية. الفضل الأول والأخير طبعا برجعش لشخص معين أو لشخص واحد، الفضل أول شيء لرب العالمين على الإنجاز هذا. الفضل الأساسي هو لإدارة الفريق اللي عملت جاهدة من شان إبقاء الفريق في الدرجة الثانية، آمنت، كانت واثقة مع الإيمان تبعها، مع الثقة تبعتها عملت التغييرات اللازمة تعملها لبقاء الفريق. طبعا الفضل برجع كمان للعيبة فريق بعيل المغار اللي عندهم القدرات الكافية انه الفريق يبقى في الدرجة الثانية، لانه حرام لعيبة بهذا المستوى يسقطوا من الدرجة الثانية. طبعا انا بحب اشكر كمان المدرب السابق، لمن انا جيت على الفريق لقيت بالفريق مشغول شغل جدي على مدار كل المرحلة او بسموها فترة التحضيرات تاعت الفريق، واللي هو مدرب فخري عساقلي. من شان هيك انا اجيت لقيت تقريبا كله حاضر محضر، ما كانش عندي شغل قوي او كثير كبير من شان الفريق ينجح. كمان طبعا فضل مساعد المدرب او مدرب اللياقه البدنيه الاخ طليع دغش، كمان له فضل كبير على انجاز البقاء. بديش اطول بالحديث، طبعا الجمهور له فضل، قسم الرياضه في المغار له فضل على الفريق. شو انا عملت؟ انا مش ساحر، انا مدرب فريق فوتبول، جيت امنت انه الفريق هذا بيقدر يضل. شفت لعيبه ممتازين اللي عندهم الاراده وعندهم القدره يخلوا الفريق في الدرجه الثانيه، كان ناقصهم شوي ثقه بالنفس. يمكن هاي من الخسارات خلال بداية السنة وصلتهم لهاي المرحلة، إنه البنادم خسارة بعد الأخرى بصير عنده إحباط أو ثقته بنفسه بتكون قليلة، فهي بتوصله لمحلات إنه يبطل يآمن إنه هو ممكن ينجح أو ممكن يفوز. فالوظيفة تبعتي كانت أكثر هي عمليا نفسية ما هي عملية فيزيولوجية. فأنا الحمد لله نجحت أن أقرب اللعيبة إلي وأنا أتقرب منهم، وهيك مع بعضنا دخلت لهم الثقة في نفسهم. لمن إجا الفوز الأول كان في استمرارية للفوز، لمن الفوز الأول بيجي سهل الثاني يوصل وبعدين يكون في استمرارية. فالفريق ظل بفضل الجميع، هذا اللي بحب احكيه. نعم، احنا بنعرف انه لما انت جيت على فريق المغار كان معه نقطتين، وانت كرجل مهني انا اعتبرت لما انت اخذت الفريق كمخاطرة مهنية، فشو بتقولنا هون على هاي المخاطرة المهنية؟ تعرف تيجي على فريق فيه 9 لعب مع نقطتين والدوري ما ظللش كثير، والفريق اللي قبله عنده إنجازات أعلى منه بكثير، تقريبا الفرق 9 نقاط، طبعا إنه مخاطرة مهنية. بس البنادم إذا ما كانش عنده ثقة في طريق عمله في مسار حياته وما خدش المخاطرات اللازمة، بصيرش البنادم بس يقطف الثمار لمن في نجاح. البنادم لازم يكون عنده ثقة في نفسه، لازم يعرف يخاطر، ولمن هو واثق من طريقه الإنجازات حتما ستصل. وهذا اللي صار معي، يعني من أنا وصلت على قعدت أنا والإدارة تحدثنا على كل المواضيع هاي،
اول سؤال سالتني اياه، انتم عندكم ايمان وثقه بالفريق اللي موجودين، انتم بتامنوا انه هذا الفريق راح يبقى؟ فلما شفت انه بالفعل عندهم ايمان انه هذا الفريق راح يبقى، انا قبلت ساعتها امضي مع بعيل المغار، لاني ايد لحالها ما بتزقف. احنا هون كلياتنا مع بعض كتلة، ما حدا بيقدر يشتغل لحاله. اذا الاداره ما كانش عندها ثقه، انا مدرب ما بجيب ثقه للاداره، وما بجيب ثقه للعيبه لحالي، هن لازم يكون عندهم ثقه، انا لازم يكون عندي ثقه، واللعيبه لازم يكون عندهم ثقه. فهذا المثلث واثق كان انه راح يبقى، ومن الثقه قويه والطريق مضبوطه وصحيحه الانجاز وصل. نعيم، احنا بنحكي على الثقه وراح يبقى ويبقى، هل نعيم رباح باقي كمدرب لفريق ابو علي مغار؟ بكير نحكي عن الموضوع هذا من سببين. يمكن الاداره مش عارفه شو مصيره، لانه المدرب يعرف شو مصيره. هذا سؤال بنسال طبعا او بالاول للاداره. الي كنعيم رباح انا بعتز وبفتخر، اول شيء انا ابن المغار، وانا بعتز وبفتخر اشتغل مع جماعه وناس اوادم وعندهم هاي البساطه اللي موجوده عند اداره ولعيبه وسكان المغار. انا بالمغار حسيت في بيتي، ولمن الواحد حاسس في بيته وشعوره انه موجود في بيته، من الصعب الواحد يترك بيته. ما بتعرف الشغله مش معلقه بشيء واحد، معلقه بكثير شغلات. بكير نحكي عن الموضوع هذا، بنتامل انه الفريق يكون عنده رؤية مستقبلية منيحة بالدرجة الثانية، وهذا الشيء بيشرفني انه انا اكون معه. نعيم، قبل ما ننهي حديثنا، احنا بطبيعة الحال متواجدين ضمن شاشة مرمر، قبل ما ننهي ايضا نشكر ابو نورون المصور، واحنا بنعطيك المنبر الحر توجه رسالة لأهل المغار. طيب اخواني اهل المغار، انا مدرب اجيت على المغار سني وانا فالل. فريق المغار سيبقى للمغار، لسكان المغار، للعيبة المغار. محتاج الدعم، الفريق بحاجة لدعم، دعم معنوي، دعم مادي، دعم اللاعب الثاني عشر اللي هو الجمهور. فحرام بلد عامر في الرياضة مثل المغار ما يكونش عندها فريق قوي، مش مهم وين، بالدرجة الثانية، بالدرجة الثالثة، بالدرجة الأولى، أما لازم هذا الفريق يحصل على الدعم من الجميع. في لاعبين ناشئين ممتازين، هاي شغلة مهمة نذكرها. أنا خلال عملي خلال السنة شفت عدة لاعبين ناشئين اللي موجودين في بعيل المغار اللي بيقدروا يخدموا هذا الفريق لمستقبل طويل وزاهر. فحرام هاي الأولاد تقعد في البيت، لأنه كلاتنا بنعرف إذا الرياضة ما سيطرت على القرية رايح يسيطر محلها أشياء ثانية، والأشياء الثانية هي عمليا الأشياء السلبية مثل العنف، السموم وما شابه. فإحنا مش بحاجة لهذه الشغلات، لا بالعكس، إحنا بحاجة للرياضة، للتربية، لتعليم، لشغلات إيجابية. فاللعبة الأخيرة اللي لعبها بعيل المغار بالبقاء شارك فيها 9 لعيبة محليين من أبناء المغار. فهذول 9 لاعبين، ومفيد، لا أنا بعرف إنه في عدة لاعبين اللي هن من سكان المغار عم بيلعبوا بفرق خارجية. هذول 9 واللعيبة اللي عم تلعب بالفرق الخارجية يتجمعوا في فريق بعيل المغار، وفريق بعيل المغار ممكن يكون من فرق القمة اللي موجودة بالدرجة الثانية، مع نظرة ورؤية للصعود للدرجة الأولى. فأنا بتوجه ل إدارة المغار، لجمهور المغار، لمجلس المغار، لكل واحد بهمه أمر، إنه
فعيل لمغار ما يفرط ألا يأخذ الدعم الكافي من الجميع من شان نحافظ على بقائه في الدوري. المدرب نايم رباح، شكرا لك استقبلتنا ببيتك ضمن شاشة مرمر، ونتمنى لك النجاح في المستقبل إذا كان في فريق أبوعيل المغار أو في أي فريق آخر، فقط نتمنى لك النجاح. مش لابد لي من كلمة شكر أول شيء لأهل المغار على حسن الضيافة اللي استقبلوني فيها، فأنا ممنون لكل التواجدوا في بوعيل المغار أبناء المغار، ما لاحظت منهم ألا كل محبة وحضن دافئ وواسع كمان لاحظني كابن المغار. فأنا هون بتوجه لجميع سكان المغار للإدارة للاعبين بكلمة شكر على حسن الضيافة، شكرا. بالنسبة للضيافة بالمغار هذا مش جديد عليهم، أنا بعد 4 سنين بقدر أقول لك إنه بلد مضياف، وبعطي شعور إنه الواحد موجود في بيته، هاي من تجربة شخصية. فمرة أخرى بنشكرك المدرب نعيم رباح. ممكن شكر كلمة شكر لموقع مرمر. موقع مرمر لاحق الفريق على مدار السنة في كل مبارياته. على مدار السنين. السنة اللي أنا موجود فيها، أنا متأكد 100% إنه كمان على مدار السنين الفريق موجود، فلا بد لي من كلمة شكر لموقع مرمر والأخص لصديقي أبو النور محمد، فكمان إله شكر. شكرا المدرب. بعد قليل نقابل أيضا مدير الفريق حسين أبو غوش. مرة أخرى معكم ضمن شاشة مرمر، مساء الخير حسين أبو غوش مدير فريق أبوعيل المغار. مساء الخير خفادي. حسين، احنا بشكل عام عندما نبدأ بلقاء نبدأ بالأسئلة، ولكن اليوم سوف نبدأ من كلمة لابد أن توجهها لأهالي المغار أو لأي شخص تريد. أول إشي أنا بتوجه لأهل المغار اللي ساندونا هاي السنة في مع الفريق، بشكر إدارة الرياضة في المغار صالح بدر وداهش غانم اللي أعطونا قديش بيقدروا في الإمكانيات الموجودة في الملعب ومن دعم من المجلس. بشكر فخري عساقلي المدرب الأول للفريق اللي برضو أعطى قديش بيقدر وحضر الفريق تحضير جيد في أول السنة، وبرضو بتوجه من هون شكر خاص المدرب اللي إجا بعد فخري المدرب نعيم رباح اللي خلانا وأنجز إنجاز عظيم حسب رأيي، اللي خلانا في الدرجة الثانية بعد ما كان معنا نقطتين فقط من 27 نقطة. وبتشكر برضو أخرى مرة برجع بتشكر كل اللي دعمونا السنة من أصحاب مصالح ومن أهل البلد اللي تبرعوا للفريق بمبالغ لا يستهان فيها اللي خلتنا نقدر نوقف في كل المصاريف هاي السنة. حسين، بعد شوي احنا طبعا بطبيعة الحال سوف نتحدث عن الدعم ربما عن المجلس ايضا، ولكن قبل ذلك انا بعرف انك لما اخذت الفريق تحدثت عن اللاعب المحلي، ولكن بعد ذلك احضرتم لاعبي تعزيز، فبطبيعة الحال هناك سبب لاحضار لاعبي تعزيز. معك حق، انا اول السنة توجهت لكل اللاعبين البلد اللي بعرفهم واللي ما كنتش عارفهم، توجه فخري عساقلي توجه إلهون وجبناهم على تحضيرات أول السنة. بلشنا تحضيرات مع 42 لاعب منهم 38 لاعب محلي. بعد ما اخترنا الكادر كان كادر أغلبه من الكادر المحلي، كان معنا بس فقط 3 لاعبين تعزيز اللي في الأماكن اللي ما كانش عندنا لاعبين من البلد. ابتدينا المباريات في هاي اللاعبين، بعد أكام مباراة صار عندنا كثير إصابات منهم، من عندهم تيمور دغش، سائد فتفوت، بلال غانم، وليد إبراهيم وغيره وغيره اللاعب اللي بتقدر تلعب في الدرجة الثانية، أما صار عندها إصابات
الفريق ما حققش إنجازات في أول 9 مباريات للأسف الشديد. كان عندنا نقص لأنه الدرجة الثانية هاي السنة كانت درجة كثير كثير صعبة، كان في كثير فرق اللي كانت تطمح في الصعود للدرجة الأولى، عززوا الفريق تبعهم بلعيبة قوية كثير والدوري كان كثير صعب، فهذا أجبرنا أنه نجيب لعيب تعزيز. لعيب التعزيز صحي إجت على حساب أهل البلد، بس برضو أهل البلد هاي السنة أعطت ولعبت أكثر من أي سنين سابقة. أنا كنت متابع للفريق من السنة الماضية، ما شفتش أنه في الملعب كان في لعيبة من أهل البلد قد ما كان في هاي السنة، مع أنه كان في وجود لعيبة من تعزيز، بس أغلبها كانت لعيبة اللي هي من هضبة الجولان. كان عندنا 4 لعيبة منهم 3 كانوا متبرعين، وعندنا أحمد دحابري اللي هو موجود معنا من 6 سنوات الكرت تبعه للمغار، فأنا ما ولا مرة حسبته كلاعب تعزيز، مع أنه بسمح لأهل المغار تحسب لياته كلاعب تعزيز. هذا هو اللي كان موجود. أما النقص في اللاعب وعدم وجود كادر محلي بعود للسنين السابقة، إنه ما كانش عندنا دوري أشبال، ما كانش عندنا نوعر اللي بسموه شبيبي، فهذا بمنع وجود لعيبة مع خبرة. وكان عندنا سنتين اللي هي لعيبة البلد ما لعبتش في الدوري، وهذا قلل من خبرتهم، عشان هيك لما اجوا السنة على الدوري فهن حسوا انه في موجودين في دوري مع عدم خبرة. واغلب لعيبة البلد هي اللي كانت تطلب مننا كإدارة انه نعزز الفريق من لاعبين من خارج البلد، وبعدين اتصلنا هذا القرار لانه خفنا نحن ننزل للدرجة الثانية. اللي أنا حتى قديش بع إنه كلفنا مبالغ مش قليلة، أما للصعود مرة ثانية من درجة الثالثة لدرجة الثانية بكلف حسب رأيي أضعاف المصاريف اللي حطناها السنة. ذكرت حسين أنت قسم الشبيبة، مع العلم إنه هذا الموسم لم يكن أيضا قسم شبيبة، وبالسنوات السابقة لم يكن قسم شبيبة، فهذا بخذنا للتخطيط إلى السنة القادمة. أول سؤال بطبيعة الحال بيطرح نفسه، هل حسين والإدارة الحالية باقين في فريق المغار؟ إحنا حابين نظل في الإدارة. أنا واحد من الناس اللي بحكي عن حالي، يعني أنا وفي كثير حديث بينه وبين أعضاء الإدارة. الفريق قريب كثير لنا لقلوبنا، أول شيء لأنه فريق لأهل البلد، أنا حبيت الفريق وحاب أظل مع الفريق. أما في الإمكانيات الموجودة اليوم مع الميزانيات الموجودة صعب إن أظل، وأنا بتوقع إنه قسم من أعضاء الإدارة ممكن تترك، غير إذا إحنا بنقبل من نأخذ من المجلس أو من أهل البلد دعم ويكون عندنا ميزانيات اللي نقدر نكمل، غير هيك ما توقعش إنه أظل. أنت ذكرتوا إن المجلس المحلي، وبطبيعة الحال أنا بدي أسألك عن الدعم اللي تلقتوه من المجلس المحلي، مع العلم إنه أيضا ملعب غير متواجد في قرية المغار. هاي السنة من المجلس المحلي ما حصلناش ولا على مبلغ. سنة 2014 أنا بحكي ما خدناش ولا أي شكل من المجلس. كل السفريات والأجار الملاعب وأجار اللاعبين حتى المحليين منهم واللاعبين المحليين اللي عندنا برضو كانوا يتقاضوا معاش، كان على حسابنا الخاص وعلى تبرعات اللي حصلنا عليها من أهل البلد. المجلس ما تبرعناش، ما عطناش لحد اليوم، ما عطناش ولا شيكل. كان في وعود من المجلس لو يعملوا الميزانية للمجلس، أما لحد هذا الوقت لم نحصل على أي شكل. الفريق بيكلف، وأنا كإداري سابق بعرف إنه الفريق بيكلف، وإذا ما كانش في دعم من المجلس كيف دبرتوا أموركم المالية؟ أول إشي من جيبتنا الخاصة، كثير مبالغ من جيبتنا الخاصة، مش مهم مبالغ اللي لا يستهان بها، من الإدارة ضبينا شو بنقدر تبرعات من أهل البلد ويشكروا كل اللي ساعدونا. الفريق اليوم عليه ديون لا يقل عن 100,000 شيكل، اللي هي سفريات و افتحها للفريق اللي كانت في الملاعب وأجار ملاعب خارج البلد.
اللي احنا مستنى المجلس تعطينا اياهم عشان نقدر نسدد هاي الديون الموجوده، او انه نضبهم من اهل البلد، او انه اذا وصلنا اذا ما اخذناش من حدا بدنا نجبر احنا كاداره نحط هاي المبالغ من جيبتنا الخاصه اخرى مره. حسين، فيما لو بقت الإدارة بطبيعة الحال لازم يكون في تخطيط للموسم المقبل، هل سنرى فريق شبيبة أيضا في المغار؟ شو مع قضية الملعب، ميزانيات فريق شبيبة في البلد؟ إذا فيش ميزانيات أنا بتوقعش أنه نقدر نفتح فريق للشبيبة. ما هو إذا فيش فريق شبيبة كيف إحنا بدنا نتحدث عن لاعب محلي بعد 3-4 سنين؟ هذا الاشي بيعود للمجلس ما بيعود إلي أنا، بقدرش أمون في الإمكانيات الموجودة فريق شبيبي. أنا بتمنى أنه المجلس يأخذ هذا الاشي في عين الاعتبار، لما هو بيجي بيقول لي أنه أنت عندك لاعبين تعزيز، فأول اشي هو يعمل الواجب عليه ويعطيني ميزانيات اللي أقدر أقيم أنا فريق شبيبي. اليوم في 3 فرق أشبال في المغار اللي هي موجودة في المجلس، المجلس هو المدير هاي الأشبال، هي مسجلة تحت الفريق اللي تبعنا، بس احنا ما بنحصل الدخل تبع هذا الفريق، كل لاعب هو لازم يدفع تقريبا 1400 شيكل، هذا هاي المصاري بتروح للمجلس. كيف المجلس بيدفع لهي الفرق انا بعرفش. انا بالنسبة لنا احنا كفريق وكإدارة فيش عندنا امكانية نقيم غير اذا احنا نحصل على دعم من المجلس. كان في لكم اجتماعات مع الإدارة الحالية للمجلس والإدارة السابقة للمجلس، وهل كان وعدات بتخصيص ميزانية للفريق؟ كان في كثير اجتماعات، حتى قبل جمعتين كان في اجتماع مع المجلس لقسم الإداريين، أنا لم أتواجد فيه لأنه ما عزمتش على هذا الاجتماع. في دعاء في وعي. لم تدعى إلى اجتماع في المجلس رغم أنك رئيس إدارة فريق؟ ما دعونيش، انا بعرف شو السبب ما دعونيش، ليش ما دعونيش، اما انا بعرف انه كان في اجتماع لاثنين من اعضاء الاداره اللي حكوا معي عقب الاجتماع وقالوا لي انه المجلس وعد انه حسب بس يكون في ميزانيه في المجلس راح يحول مبالغ اللي هي للسفريات مبلغ، ما كانش في حكي على مبالغ معينه، اما قال انه بده يدعم. انا بعرف شو المبالغ لحد إسا ما بعرفش أنا بالضبط شو المبالغ وشو هي الدعم اللي بدكون. حسين، الفريق المغار دائما وقلنا بكثير من الأماكن كالبدو والرحال، يوم بكفر اسمه، يوم في البقيعة، يوم في بير المكسور، شو مع قضية الملعب في المغار؟ طبعا بطبيعة الحال لازم يكون حديث مع المجلس عن الملعب لأنه أهم إيش اليوم الملعب، وهي قضية ثانية احنا برضو بنحكي فيها. احنا اليوم انا كإداري بعرفش المجلس وين شو صار وشو وصل في قضية الملعب. الملعب غير مرخص للعب في الدرجة الثانية، نقصه 11 متر في العرض، هاي الطلبات تبعت التحدث لك الدور ريجل. انا بتمنى انه الاتحاد العام، انا بتمنى انه المجلس يكون عم بيعمل اشي في الموضوع هذا. في كثير اشاعات اما اشياء موثوق منها انا بعرفش، لم ارى في الاعلان في الاعلام في المغار اليوم اي حديث في هذا الموضوع، وكثير حكي كان في مع اعضاء المجلس في هذا الموضوع. لحد اليوم فيش ولا اي شيء مثبت انه المجلس عم بيعمل على تطوير وعلى توسيع الملعب. نحن نتواجد ضمن شاشة مرمر، وهي ربما فرصة لك حسين أبو غوش رئيس إدارة فريق أبو المغار توجه كلمة للمجلس. المجلس أنا بتوقع أنه بدوش حدا يوجه له كلمة، المجلس أي مجلس بلدي لازم يعرف أنه الرياضة وكرة القدم هي أساس ومهم كثير كثير في تطور الشباب في المغار. المغار بلد 20,000 نسمة، إذا فيش فيه فريق بمثله في درجة ثانية اللي هو يعتبر سفير أول في للمجلس ولا بلد معين في أي بلد. اليوم كرة القدم في كل العالم هي سفير أي بلد، والمغار لازم يدافع ويعمل، المجلس لازم يعمل كثير عشان الفريق هذا يظل في الدرجة الثانية، إن كان معي وإن كان مع غيري. أنا ما أخرى من هنا بتوجه لأي واحد من البلد إذا حاب يفوت على الإدارة، مش مهم من أي فئة هو، اللي يساعد في تطوير الفريق ويخليه في الدرجة الثانية.
بتوجه لأهل البلد خاصة برضو اليوم الكرة القدم المجلس بحلي ما يقدرش يدعم أكثر من إمكانياته الموجودة. برضو البلد لازم تدعم الفريق، فريق في الدرجة الثانية هو بيمثل أهل البلد برضو، بيمثلش بس المجلس. وبلد مثل المغار اللي فيها 20,000 نسمة إذا بتقدرش تحط فريق في درجة ثانية، فبتوقع أنه أفضل أنه الفريق يكون ما يكونش في رياضة في المغار أو كرة قدم في المغار. أنا هون بدوري بشد على إيدين حسين بالنسبة لقضية المجلس، وربما رسالة لرئيس المجلس سيد زياد دغش أبو طارق، يجب دعم الرياضة إن كان من ناحية الماديات والملعب. الملعب مهم جدا أيضا للفريق لكي يتواجد والجمهور يأتي إلى ملعب المغار. إحنا بنعرف لما الفريق لعب في الدرجة الثالثة كان يوصل 700 و800 ومرات 1000 متفرج من المغار، فمهم جدا الملعب وأيضا دعم الفريق. حسين قبل ما ننهي حديثنا أخرى مرة راح نعطيك فرصة إنك توجه كلمة لمن تريد في المغار. بتوجه لأهل المغار، المغار اليوم موجود فيها 6500 بيت، 6500 بيت، إذا كل بيت في المغار بيعطي في السنة 100 شيكل، هو عبارة عن 650,000 شيكل، 650,000 شيكل. أنا بوعد أهل المغار إنه بنصعد على الدرجة الأولى وعلى الدوري الأعلى من هيك، لأنه 650,000 شيكل يكفوا لإقامة فريق واثنين في المغار مش لفريق واحد. مبلغ 100 شيكل في السنة بتوقع مبلغي هو قليل كثير لأي بيت. حتى لو في بيت اللي بيقدرش يدفع 100 شيكل، أنا مني من هون بقول تبرعت كثير السنة ومستعد أحط من إسا 10,000 شيكل السنة الجاي علينا، عن قد بيطلع 100 بيت في المغار. صدقني هذا أكبر. بتوجه أخرى للمجلس، مجلس المغار المحلي لازم يعمل لتحضير الملعب، إنه الملعب إذا في ملعب اليوم في المغار أنا بطلب ما يعطينيش الفريق المجلس غير الملعب وسفريات للمباراة الخارجية، يكفيني إن أخلي في الدرجة الفريق في الدرجة الثانية وأصعد للدرجة الأولى، لأنه وجود 700 مشجع في الملعب بجيب وراه أصحاب مصالح اللي تحط دعايات في قلب الملعب ومستعدة تدفع وتساند الفريق. لأنه أغلب أصحاب المصالح اللي توجهنا إلهم قالوا لنا أنا بدي أتبرع لفريق اللي بيلعب في بلدي، بديش اتبرع على فريق اللي انا بعرفش وين هو كيف انتقلت، بده يروح اليوم بيلعب في البير المكسور، يوم بيلعب في كفر سميع، ويوم بيلعب في البقيعه. وحتى اليوم هاي السنه واجهتنا صعوبات مع منطقه كفر سميع والبقيعه، الشرطه المحليه منعت منا نلعب في هاي المنطقه لانه احنا من خارج السلطه تبعتهم، وتروحنا لبير المكسور. وجود ملعب في المغار هو اهم اساس لفرق كره القدم وتطوير الأشبال، اللي هو اليوم الإشي الأساسي في المغار. كرة القدم وجدت بس مش بس عشان اللاعب الموجودة في الملعب تنبسط وتلعب، وهذا برضو عشان الأشبال والأولاد اللي بدل ما تكون اليوم موجودة في الشوارع وفيش عندها مسجرة الإطار اللي هي موجودة فيه. كرة القدم هو أحسن إطار اليوم للشباب، وانا في الوقت اللي احنا موجودين فيه وقت المونديال اللي بتطلع على المغار بتقول فيه على سطوح المغار في فوقي ال 3000 علم، حق كل علم 100 شيكل. صدقني هذول 3000 علم يعطيهم للفريق، مصاري هاي يعطيها للفريق، انا بطلع في الدرجة الاولى السنة الجاي. حسين سألنا المدرب نعيم رباح هل هو باقي في المغار، واحنا بنوجه لك طبعا نفس السؤال فيما لو بقيت كمدير فريق المغار، هل نعيم رباح مدرب الفريق الحالي سيستمر في المغار؟ نعيم رباح عمل السنة إنجاز كبير مليح مع المغار. إحنا كإدارة بعدنا ما عملناش اجتماع اللي نقرر فيه إذا نعيم يظل. أنا بتمنى إنه الفريق يظل فيه نعيم، أنا خاصة بحب إنه نعيم، حاب إنه نعيم يظل. أما كله بتوقع برضه بيرجع للإمكانيات الموجودة في المغار، وبرجع لنعيم نفسه، وبرجع للمدربين الموجودة في المغار إذا هي ناوية تيجي على المغار، وإذا في ناس في المغار اللي معنية تظل في الفريق. أنا بلا ما أقعد مع كل الإدارة ونقرر، هذا القرار بعده سابق لأوانه. إحنا القرارات رحنا قبل 1/8 لسكون صار متفق عليها، وأنا راح أعلن الإعلام إذا نعيم بيظل ولا لا.
وفي الوقت المناسب الكل راح يعرف وراح نعلن مين بده يكون مدرب السنة الجاي ومين اللاعب الموجود السنة الجاي، وهاي الأشياء أتوقع إنه شوي سابق لأوانها. حسين أبو غوش، إحنا بنشكرك وبنشكر هون اللي مصور محمد، ولابد أبو النور محمد بطبيعة الحال، ولابد هون من توجيه كلمة باسمي كابن المغار بعد 4 سنوات في المغار. يا أهل المغار، ادعموا فريق المغار، فريق المغار، هابوئيل المغار سفير للمغار، حتى لو كان سفير من المغار فهو ليس كفريق كرة قدم. فبنتمنى من المجلس وأصحاب المصالح وسكان المغار دعم الفريق، لأن هذا البلد يستحق فريق أعلى من الدرجة الثانية، حتى الدرجة الأولى قليلة على فريق المغار. مرة أخرى نشكر المصور أبو النور محمد ضمن شاشة مرمر. شكرا لك حسين أبو غوش.